مساء الخير، مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء الجمال عليكم في بيت الجمال. وحشتونا جدا جدا، تأخرنا عليكم شوية، سامحونا، الظروف خارجة عن إرادتنا. في بداية حلقتي بعتذر عن الحلقة اللي فاتت، لأن كان معايا ضيفة كنت حابة جدا إن هي تكون موجودة معايا، بس للأسف حصل عندها ظروف صحية. هي الأستاذة دينا بضيف، وبنقول لها ألف سلامة عليها. حلقتي بقى النهاردة هتكون حلقة حقيقي مميزة ومختلفة جدا، عشان الضيف بتاعي مميز جدا جدا، لأنه مش أي حد، هو زوجي الأستاذ تامر صلاح فريد. حضرنا من بدري إن احنا نطلع حلقة زي دي، لأنه هو في حاجة، يعني في حاجات كتير عنده في حياته حابب إن هو يشاركها مع كل الجمهور، بس في حاجة يعني مش كل الناس عارفاها، هي دخلها كهواية. هنعرف منه طبعا كل الكلام ده. الأول أرحب بيه. أهلا بيك، نورتيني يا أستاذ تامر. الله يخليك يا أستاذ زينب، مبسوط هواك، وبرحب بكل السادة المشاهدين. فكرنا كتير في الحلقة دي، وحاولنا يعني كتير إن احنا نطلعها، بس يعني هو ترتيب ربنا كان أحسن من أي حاجة. أكيد طبعا. طيب، حابب نبتدي بكلام عن الموضوع الأساسي اللي احنا جايين نتكلم فيه، ولا نتكلم نبتدي من بدري شوية؟ زي ما أنت عاوزة. الأول، أنت أصلاً دراستك قانون حقوق. حقيقة. طيب ليه بقى ما كملتش في الدنيا دي؟ والله أنا بداية حياتي اشتغلت في مجال القانون كمستشار قانوني لمدة حوالي سنتين، وبعد كده نقلت الكارير بتاعي لمجال المقاولات، والمجال كان مستهويني جداً، أني أعمل حاجة الناس تعجب بيها كفينش كديكوريشن. بدأت أطور نفسي في المجال دوت، لغاية ما الحمد لله بقى عندي شركتي دلوقتي، اللي هي شركة سبيدر للصيانة والمقاولات، ودينا عملنا من سنة 2000 تقريبا، وإحنا شغالين في الشركة، والحمد لله يعني بقى لنا اسم في السوق، والحمد لله. إيه طيب النشاطات بتاعت الشركة؟ نشاطات الشركة شغالين في المقاولات، تشطيبات، مقاولات عمومية بجميع أنواعها، بلس موضوع صيانة الأنظمة الأمنية اللي هي أنظمة السرقة والكاميرات وأنظمة الحريق، مع الجهات الحكومية والبنوك، وده مجال تخصصي شوية. إحنا الحمد لله ربنا كرمنا ومتميزين فيه بسرعة الأداء وسرعة الإنجاز وبشهادات عملائنا. يعني تمام، يعني نعتبر إن دي الميزة اللي لو حد حابب يتعامل معاكو أكيد طبعا دي هيلاقيها ميزة عندكم مختلف عن أي حد. أكيد طبعا، أكيد طبعا. طيب ده بالنسبة لشغلك كبزنس. طيب فكرة أباجورات الملح أو مصابيح الملح الصخري، رحنا سيوة. أيوة. وحضرتك اتجننت بالموضوع وبقيت يعني مش عايز تمشي من هناك أولا من جمالها، وهخش النقطة تانية مش عايزة برضو يعني أتفرع كتير، بس برضو هتقولي نبذة عنها قبل ما نخش على موضوع سيوة وحبك لموضوع مصابيح الملح وسيوة عموما. كان ليك مشروع عن السياحة وعن تنشيط السياحة في مصر. ايه بقى؟ ده حقيقة. حاولت كذا مرة بس يعني ما قدرتش، يعني ما وصلتش فيه، كنت بتنشغل، فكلمنا عنه يمكن حد يسمع ويحب الموضوع. هي فكرة تنشيط السياحة عامة، أنا كنت واخد كورسات في إدارة شركات السياحة. تمام. لأن أنا من هواة السياحة عامة والأماكن الطبيعية في مصر كتير جدا جدا، وحزين جدا لان احنا البلد الوحيد في العالم اللي يمتلك تلت اثار العالم ولم يستغل الى الان. دخلنا القومي ضعيف جدا من السياحه، يعتبر شبه معدوم دلوقتي بسبب الظروف اللي بنمر بيها. فكرت اصلا في التفكير ده من امتى؟ يعني بدايه المشروع ده الموضوع معايا مثلا من زمان، يعني من تقدري ما تقولي مثلا من حوالي 10 سنين 15 سنه فكرت في الموضوع دوت، وبدات ادرس جوانب القوه عندنا في الاثار ايه وايه اللي نقدر نعمله. لقيت ان احنا عندنا مناسبات كتير قوي ممكن نستغلها كعوامل جذب للسياح من بره. على سبيل المثال الحصري، يعني مثلا عندك في اسبانيا هم بيستغلوا مصارعة التيران، ان هم عاملين يوم قومي للموضوع دوت، من كل انحاء العالم بيزوروهم. تمام. مع ان دي مش اثار. احنا عندنا بقى حاجات اقوى من كده بكتير، يعني عندنا مثلا مناسبه زي ملكه جمال ايجيبت. تمام. دي ممكن احنا لو وفقناها مع مناسبه فرعونيه زي عروس النيل، وعملنا المراسم بتاعتها فرعونية في النيل مع مراكب الشمس مع الزي الفرعوني، ما أعتقد إن حاجة زي كده هتبقى عامل جذب عالمي لموضوع السياحة في مصر. الأماكن زي مثلا القلعة، التراث الإسلامي، ليه إن أنا ما أخليش كل حاجة فيها
على التراث الاسلامي من اول البوابات، من اول الحرس اللي واقفين على البوابه لغايه كل الجايد اللي جوه. عندنا موضوع المعبد بتاع اللي فيه تعامد الشمس مع وش رمسيس الثاني ابو سمبل. ليه ان انا ما اخدش السياح للمعابد عن طريق المراكب الفرعونيه وكل المتعاملين في المعبد او كل اللي بيقدموا خدمه للسياح يبقوا لابسين الملابس الفرعونيه بالزي الفرعوني؟ ان في ناس بره بتعمل ده اصلا. دي حقيقه. فدي انا ما استغلوش في مصر. صح. ليه ان انا ما استغلش الهرم مثلا عندي، ان الجايد اللي فيه بكل الحاجات اللي فيه تبقى مراكب فرعونيه، يبقى فيه الزي الفرعوني، احيي التراث بتاعي، سواء التراث الفرعوني، سواء التراث القبطي في مجمع الاديان اللي موجود في مر جرجس، سواء التراث الاسلامي. عندنا اماكن كتير اسلاميه انا اقدر استغل الموضوع ده فيها. تمام. متهيألي ان دي هتبقى عامل جذب كتير، وفي افكار كتير جدا في المشروع دوت. اتمنى ان هي طبعا تطلع للنور. طبعا اتمنى ان هي تطلع للنور قريب يا رب، حد يسمع والبلد تستفيد بيها. وبالظبط. طيب اكيد طبعا ده السبب ان انت لما رحت سيوه اتجننت بيها، لان سيوه أكيد. اصلا لو هنبص لها كطابع وكجو هي مختلفه تماما عن اي مكان في مصر، ممكن نقول عن اي مكان في العالم اصلا بثقه، ان هي فعلا جواها غريب. يعني انت، احنا طبعا كنا مع بعض في الرحله، فانا هقول تجربتي ان انا فعلا لما رحت ممكن اول يوم بنحس ان الجو مختلف شويه وغريب، مش الجو اللي متعودين عليه في المدينه والضوضاء والكلام ده. حتى اي يعني اي مكان تاني بنروحه زي المصايف والاسترخاء وكده بيبقى برضو نوعا ما في حياه مدنيه شويه. فالفكره في سيوه ان هي حياتها مش مدنيه قوي، فانت اول ما بتروح بتحس ان انت في حاجه غريبه. بس هي بالظبط تاني يوم تالت يوم انت ما بتبقاش عاوز تمشي من هناك، لان فعلا حضرتك بقى تكلمنا سيوه بقى عباره عن ايه، وايه بقى ايه السر فيها اللي بيخلينا لما بنروح هناك بنحس بالمشاعر دي. هي البدايه كنت بحضر لسفر، ان احنا نسافر بره مصر، مكان اسمه بالي، بلد حاصل المناظر الطبيعيه كانت شداني قوي، لغايه ما اقترح عليا صديق موضوع سيوه ما كنتش اعرف عنها حاجه. فعلا بدات اشوف الصور هناك والمناظر الطبيعيه هناك، الموضوع جذبني. طب ليه ما اروحش في بلدي احسن من بره وبلدي تستفيد؟ سافرنا الرحله ديت. اول ما دخلنا البلد زي ما انت قلتي كنا مستغربين الجو شويه، لما قعدنا مع تاني يوم الجو سحرني مع الاثار اللي موجوده هناك، مع المدينه القديمه، مدينه سيوه القديمه، مدينه بالي، مع الطاغين. الفندق كان تحفه، العيون اللي هناك كانت تحفه. رحنا مدينه الملح، انا بسميها مدينه الملح، تمام، اللي هي مستخرج الملح من هناك. الموضوع هناك مختلف تماما، على البحيرات الموضوع مختلف تماما، اهل سيوه نفسهم مختلفين تماما عن اي حد ممكن تقابله في حياتك، من الطيبه والكرم وحسن الضيافه وحسن الاستقبال. لا، الوضع هناك مختلف تماما، تحس ان انت بتتنفس، تحس ان انت بتجدد نشاطك. الجو هناك مختلف، بتروح بترجع انسان جديد. طيب يعني حضرتك تقصد ان مثلا التكوين بتاع المدينه هنا، البيئه هناك، او فكره الملح اللي مبني تعتبر البلد كلها قايمه عليه، ده هو اللي بيدي الطبيعه الجغرافيه لسيوه مختلفه عن اي مكان تاني. حتى لو احنا في جائحه كورونا هنلاقي ان سيوه مسجله زيرو حالات، يعني ده معقوله؟ فعلا زيرو حالات كورونا، وده نابع من طبيعتها الجغرافيه ووجود الملح الاساسي فيها. سبحان هو الملح الصخري. تمام. اللي منه بدا موضوع الاباجورات. الاباجورات، طيب نتكلم بقى عن الاباجورات. اباجورات الملح هي بدات معايا ان انا بدات ابص، يعني واحنا في سيوه بنتجول لقيت كذا معرض فشكلها حلو، حاجه شكلها لطيف عجبتني، بدات اعمل سيرش عنها، لقيت ان فوائدها هايله جدا 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 جدا. وبصراحه اكتر يعني ما حبيتش ان الناس ما تستفادش بيها، فاول حاجه عملتها واحنا في رحله المفروض ان هي اجازه، انا جبت كميه كبيره جدا منهم، ده حقيقة، هدايا للناس عشان اعرفهم. من كتر حبي في الاباجورات ومن كتر ما حبيت الموضوع، حبيت ان انا اشاركه مع كل القرايب وكل الاصحاب يشوفوا فايده او يجربوا فايده الاباجورات. دي حقيقة حرفيا، ما فيش حد يعرفنا ما خدش اباجورات ملح. والفكره ان في ناس بدات من اول استخدام ليها بدا يقولوا فعلا ان هم حسوا بفوائدها. دي حقيقه. اللي هي ايه بقى؟ الملح الصخري عموما في سيوه دي طبيعه خاصه، هو يسمى كلوريد الصوديوم او بمعنى اخر ملح الطعام، بس هو بيختلف عن ملح الطعام، لان ملح الطعام بيضاف اليود وبيكون مستخرج من البحيرات زي اسكندريه
وما شابه، ومصنع يعني بيدخل في التصنيع، انما لكن ملح سيوة بيستخرج من باطن الارض عباره عن حجر. تمام، ملح سيوة في نسبه الملوحه بتاعته قليله جدا. تمام، ملح دوت لما بيطلع حجر بيبداوا يصنعوه على شكل اباجورات بيضيفوا ليه الاضاءه، بيدي شكل جمالي حلو للمكان. تمام. في نفس الوقت الملح لما بيزيد الاضاءه بتاعته او لما بيتعرض للحراره البسيطه ديت بيحول معانا الايونات دي اشكال دي فعلا الأبجرات. اشكال الملح. تمام، دي الاباجورات وهي منوره، اشكالها تحفه جدا جدا يعني، بعيدا عن يعني غير فوائدها هي شكل ديكوري حلو قوي قوي ان احنا نحطه، يعني لو حتى نعمل يعني ركن كده يكون واخد الطابع ده، هو حاجه لطيفه قوي. وطبعا هي استاذ تامر هيقول لنا برضو الاماكن اللي كل يعني المفروض ان احنا نحطها فيها عشان خاطر نستفاد منها اكتر استفاده. هي من مميزات ابجورات الملح ان الملح لما بيسخن بيطلع حاجه اسمها الايونات السالبه. تمام، الاجهزه الكهربائيه اللي حوالينا في العصر الحديث اللي احنا فيه مفيش بيت بيخلى من الاجهزه الكهربائيه، كمبيوتر، تلفزيون، موبايلات، دي بتصدر حاجه اسمها الايونات الموجبه. دي لسبب او لاخر بتسبب حاله من التعب النفسي او الذهني او البدني، حاله من الهمدان. لما بنعادل الجو بالاباجورات الملح او بالملح، الايونات اللي بتطلع من الملح لما بيسخن في شكل الاباجوره اللي هي الايونات السالبه، بنحس معاها براحه نفسيه، بنحس معاها باستقرار نفسي، بتطرد حاجه اسمها الطاقه السلبيه من البيت او من الجو اللي هي موجوده فيه. بلس ان الملح الصخري اوريدي دي فوائد رهيبه للجسم كاستخدامات بقى، يعني مثلا عندك الجهاز الهضمي بينظف الامعاء من سواء لو ديدان في الامعاء. طب ممكن نستعمله ازاي؟ حضرتك بتوفر المنتجات دي كلها صح كده؟ البراند بتاعنا اسمه امراء واحد سيوة. ايوه، انا واخد الموضوع هوايه مش تجاره بالظبط. يعني حتى انا بحب ان انا حتى لما ببيعه ببيعه بسعر التكلفه. طب من ساعه ما بدات فيه لحد يعني كنت لسه هقول لك، هل حسيت ان في نوعا ما ربح؟ انا مش بدور على ربح، انت أنا بدور الموضوع ينتشر على اساس ان الناس تستفيد منه. بالظبط، وهو ده السيكونز اللي انا نفسي اوصل له، ان كل بيت يستفيد من الموضوع دوت. اعرف الناس على فوائد الملح لان هي فوائده كتير جدا، بعيد عن الاباجورات كملح صخري في سيوه استخداماته كتير جدا للبشره، للشعر، للجهاز الهضمي، لعلاج الروماتيزم، لعلاج الروماتيد، لعلاج ضيق التنفس، حاجات كتير قوي. يعني مثلا عندك التهاب الحلق، يعني هل وجود الاباجورات حوالينا ممكن يعمل ده، يساعد ان الدنيا ان الاباجورات حوالينا بتساعد ان تطرد الطاقه السلبيه وبتساعد ان الانسان يهدى نفسيا وعصبيا؟ لها تاثير على التنفس كمان صح؟ طبعا طبعا، لان هي بتنقي الجو، بيبقى عامل جذب للاتربه والميكروبات اللي موجوده في الجو، فبتنقي الجو من حوالينا. هل تفرق في المكان اللي هي الدايره اللي موجوده هي فيه؟ بتشتغل بتنور وكده، بتنور فبتدي الايونات، يعني لازم السخونه تقصد، يعني عايز اقصد بتزود من تفائتها، يعني السخونه دي بتخلي الايونات تطلع اكتر. بس وجودها اصلا لوحده حتى لو مش وجودها لوحده كفايه. تمام. بالنسبه للعلاجات، في عندنا حاجه اسمها ميزان المفاصل، ده موجود في سيوه وبيتباع برضو. ده عباره عن ايه؟ حاجه تحفه لتعب الاقدام، احنا بنعمل عليه جلسه لمدتها ساعه، بيسحب كل التعب وبيسحب كل الرطوبه من الجسم. زي زمان ستي وستك لما كانوا يحطوا ميه وملح في رجل، بالظبط، بيغسلوا بيهم رجليهم او ميه سخنه، ده نفس القصه، هو مجرد كتله ملح فيها برضو لمبه بتساعد على تسخينها، بتساعد بقى على سحب كل السموم اللي في الجسم. بلس عندك لو عملنا حمام الملح، ده حاجه تحفه جدا برضو، بملح سيو، بالملح اللي هو الميزه السخري بتاعته ان هو اقوى من الملح العادي بتاعنا، اقوى من الملح العادي بمراحل، يعني يساعد على من الجدير بالذكر ان احنا نتكلم برضو ان احنا من الحاجات اللي بنعملها ساعات في البيت ان احنا ممكن نقول نمسح بميه وملح لطرد الطاقه السلبيه ولو في حسد، لو في حاجه مش كويسه في البيت. بصي، هو انا مش بتكلم في الموضوع الروحي قوي، لان يعني الموضوع دوت ما فيش حاجه اثبات عليه، انا بتكلم عن الحاجات اللي تم عليها ابحاث علميه فعلا واثبتت. بس من المعهود عندنا موضوع الميه كده، فانا ممكن استخدمه يعني كشيء، كحاجه هتساعد في ده. طبعا، بما ان حضرتك بتقول ان هو اصلا اقوى من الملح الطبيعي، فمعنى كده ان هو هيديني نتيجه طبعا اكتر. طبعا، انا بحطه في الاركان او بحطه على ورقه في الاركان بتاعه البيت. تمام، بس ده بيتغير كل 3 ايام تقريبا، عشان وجوده لوحده بيلم طاقه سلبيه، فلازم يتغير. تمام، بملح جديد. دي نقطه. بس هو افكتيف يعني؟ طبعا. تمام. طبعا، واباجوره الملح ملهاش عمر افتراضي، هي كل القصه ممكن نغير اللمبه بتاعتها وبس، فاهماني؟ والحراره بتساعد على التجدد الايونات اللي فيها.
تمام. يعني الحراره لما بتتعرض للحراره اللي جوه بسبب اللمبه بتساعد على تجدد الايونات السالبه اللي فيها، فبتظبط الدنيا عندنا. طيب انا بالنسبه لي بقى لو انا حابه مثلا عروسه جديده وحابه ان انا اعمل جو في بيتي كامل باباجورات الملح دي، انا ممكن احط ميزانيه قد ايه بقى لو انا جاي يعني في رينج كام؟ او هي الاباجورات بتبدا من حوالي 60 70 جنيه حسب الشكل بقى والحجم، انت فاهمين، وحسب الكميه اللي انت عاوزاها. في ناس بيحبوا اباجورتين وزي حبس في اوض النوم، بس ده سعرها ارخص اصلا بكتير من اي اباجور عاديه يعني. دي حقيقه، هو حاجه مفيده في كمان. في بعض الناس سيلر في الموضوع دوت في مصر بيجيبوا مثلا الاباجور ام 60 دي يبيعوها ب 200 ب 300 كاستغلال، بس يعني هو مش استغلال على قد ما هي تكلفه عليهم، لان فعلا لما بيجيب كميه قليله تكلفة النقل بتبقى عالية عليه جدا، عشان تمام؟ هي مش بتتعمل في مكان غير في سيوة، صح؟ كتير سيوة فقط، سيوة بس، وعشان ما بتتباعش كتير او ما فيش سحب عليها بطريقة مستمرة فبتبقى الكوست عليه عالي، فبيضطر ان هو يعلي في سعرها يعلي شوية. بالنسبة لي انا بجيب كمية مرة واحدة فبتقلل عليا الكوست، فبتساعدني ان انا اوفر ده بسعر كويس للسوق. تمام. طيب عايزين نكمل برضو في قصة الأباجورات ونقول طيب أنت قلت إن أنت واخدها هواية، هواية بجانب شغلي طبعا، يعني مش الشغل الأساسي. طيب نسأل سؤال طيب خارج الموضوع بقى خلاص ولا نتكلم؟ خير. مين الشخصيات اللي أثرت في حياتك؟ كتير كتير جدا، يعني اولهم طبعا حضرتك زوجتي اللي وقفت جنبي كتير في محن كتير جدا، اهلي ما سابونيش، وعلى راسهم استاذ حسام الشامي ابن عمتي، ده حد لي افضال كتير 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 من هنا للسنه الجايه عليا، حد وقف جنبي من صغري لغايه ما كبرت وهو واقف جنبي وظهره وسند، اخويا الكبير الله يرحمه محمد صلاح الله يرحمه، اصحابي كلهم منهم على سبيل المثال لا الحصر عشان ما حدش يزعل، الحاج مسعد الديب كان نصايحه كتير عليا، وقف جنبي ودعمني نفسيا ووقف جنبي في مشاكل كتير جدا وكان سند ليا بجد، وطبعا مش هنسى ابويا الروحي اللي علمني البيزنس وهو اخ واب وصديق وكل حاجه في دنيتي، الدكتور حماد عبد العزيز، ده حد فوق قمه الاحترام والادب، علمني حاجات كتير قوي في دنيتي، وهو كان السبب ان انا ادخل الكارير بتاع الصيانه وادخل كارير المقاولات، وهو اللي ساعدني ان اكبر في حياتي المهنيه وساعدني في حاجات كتير قوي في دنيتي، انا بعتبره بجد الاب الروحي ليا. اكيد انت اي حد برضه كنت في حياته كان ليك دور مؤثر في أتمنى. حياته اتمنى لا طبعا دي حقيقه طبعا، شهدت فيك مجروحه بس دي حقيقه اتمنى طبعا. طيب موضوع نرجع تاني لموضوع الملح بما انه هو الموضوع الاساسي بتاعنا، طيب انت مكمل في الموضوع ولا يعني ايه انا اول ما خدت الموضوع دوت بدات اعمل حاجه اسمها اوبن داي، انزل في اوبن داي بحيث ان اعرض الموضوع، لقيت ان التجاوب يعني معظمه جاي من كنت الاجانب. كنت عاوز اسال الموضوع ده فعلا، مين اكتر الناس حسيتهم بيبقوا مهتمين بالموضوع؟ الاجانب كانوا مهتمين جدا بيه لان هم دارسين الموضوع ده وعارفين بيه اكتر، وللاسف احنا ما عندناش امكانيه ان احنا نصدر، لان ابجورات الملح بطبيعه الحال هي حاجه تقيله جدا كوزن، ما عندناش الاكسس بره ان احنا نصدر، ومن ضمن الحاجات برضو يعني من ضمن فوائد الملح اللي حضرتك ممكن ما تكونيش تعرفيها، الملح بيستخدموه بره في حاجات كتير قوي، الملح الصخري بتاعنا ده بيستوردوه الخام يعني الخام قبل ما يتصنع بعيد عن الاباجورات خالص، هم بيستخرجوه من يعني بيستوردوه من عندنا لانه بيستخدم في البلاد اللي فيها جليد لازاله الجليد من الطرق. هو الملح اصلا يعني اللي موجود هنا في مصر موجود في مكان تاني في العالم ولا هو في مصر بس؟ الملح الصخري موجود في مكانين بس في العالم. المكان الاول سيوه وهو بيستخرج من باطن الارض، المكان الثاني جبال الهيمالايا وبيستخرج من الجبال بس الاعلى على مستوى العالم كله. على مستوى العالم كله ما فيش ملح صخري غير في المكانين دول بس، وفعلا مش بيتصدر من مصر، بيروح اي مكان بيتصدر من مصر بس مش بالصوره المطلوبه. طيب طبعا يعني ككميه يعني ولا ككميه ان احنا ننافس على السوق العالمي، الموضوع لسه كنا بنتكلم في مؤتمر قبل كده عن الملح
واتكلمنا على العقوبة يعني على المعوقات اللي بتقابلنا كمصدرين للملح، لاني دخلت برضو في الموضوع دوت وكنت حابب ان انا اصدر الموضوع ده كملح ولا كمصابيح الملح؟ كملح. كملح بالنسبه للمصابيح في بعض البلاد احنا بنصدر لها لاشخاص معينه هم بيسوقوا الموضوع هناك، بس انديفيدوال يعني شخص. ايه المشكلات طيب اللي قابلتك عشان يمكن حد بيسمعنا يحاول يساعد؟ تكلفه النقل من سيوه للميناء التكلفه عاليه جدا عشان اوصل الملح للعميل. الدعايه الكافيه، مفيش دعايه كافيه للمنتج عندنا في مصر ان انا اسوق له عالميا، مفيش دعايه كافيه بيه يعني. تمام، اتمنى ان حد يكون سمعنا يكون مهتم برضه بالموضوع، لانه هو طبعا فكره ان حاجه موجوده في بلدنا بس مش موجوده في مكان تاني ده سبب كافي جدا ان يبقى فيها اهتمام اكتر من كده. وهتزود من دخل القوم كتير لو الموضوع ده اهتمت الدوله بيه، هيزود من دخل القوم كتير لمصر، لان احنا يعني انتاجنا من الملح عالي جدا جدا جدا، ومن اجود انواع الملح اللي موجوده في العالم. ملح سيوه، ملحات سيوه من اجود انواع الملحات في العالم. تمام، طيب في اي حاجه حابب تضيفها طيب في الحلقه؟ والله هو كان في موضوع بره موضوعنا خالص كنت حابب اتكلم فيه. ايه؟ موضوع اسأني شخصيا او يعني تعبني نفسيا لما سمعته. هو ايه؟ كان في حد اعلامي بدون ذكر اسماء اتكلم عن الصعايده بشكل غير لائق. هو الموضوع بتاعه هو كان بيتكلم على الاتجاه العام ان احنا بنتكلم عن استغلال الاطفال والاتجار بالبشر واستغلال الاطفال في ان هم يعملوا وهم في سن صغير. انا معاك في كل الكلام ده، وكل الكلام ده احنا بندعمه، لكن ان انا اهين صعيد مصر واهل مصر بان انا اقول عليهم الكلام المهين اللي انت قلته ده، اعتقد ان ده غير مقبول من اي حد في الدنيا. اهل الصعيد ناس اهل كرم واهل شهامه واهل مروءه. مش معنى ان الولد بيشتغل فهو بيشتغل عشان يصرف على ابوه، لا خالص. هم هناك طبعاً بيشتغلوا في ارضهم وفي ملكهم. بالظبط بالظبط. وبيشتغلوا عشان يتعلموا يتحملوا المسؤوليه. انا واحد من المدينه، ابويا واخويا علموني يعني ايه اشتغل عشان اعرف يعني ايه الجنيه بيجي ازاي، يعني ايه اعتمد على نفسي، مش عشان مستنيين مني فلوس، مش عشان ان انا اصرف عليهم، لا بالعكس. بالزبط. ممكن يكون ده موجود في حالات فرديه، والحالات الفرديه دي موجوده في المدينه وموجوده في القاهره وفي كل الدنيا. انا مع حضرتك موجوده في الصعيد، فليه تذكر اهل الصعيد بده؟ انا مع حضرتك، ومعلش انا اسفه ان انا هقطع طبعا معاك في كل كلمه قلتها، وفعلا طبعا اهلنا وفي الصعيد كلهم على راسنا من فوق، ومتاسفين طبعا عن اي حاجه تزعلهم ليهم يعني. هم مش محتاجين شهاده من حد، هم ناس معروفين طول عمرهم ان هم اهل كرم واهل اصاله واهل نخوه واهل شهامه، ف بنعتذر لهم كلنا بصفتي وبصفه استاذ تامر بصفه القناه وكمصريين عموما. وللاسف وقت حلقتنا خلص بسرعه، كنت حابه اقعد معاكم وقت اطول من كده، ومع زوجي طبعا استاذ تامر صلاح، لان طبعا اكيد حلقه يعني كانت محتاجه وقت اطول. واشوفكم على خير، وان شاء الله وعدكم ان الحلقه الجايه تكون حلقه مميزه برضو، وحلقه تستفيدوا منها كتير. تصبحوا على خير.